السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الجمعة 6 من شهر نوفمبر 2020، أهم أخبار ألمانيا. العناوين أصدقائي، جمعت لكم مجموعة من الأخبار. سوف نتكلم عن الحالات الجديدة في ألمانيا، سوف نتكلم على الزيادة التي سوف يحصل عليها كل من يوجد بالجوب سنتر بداية من 2021. سوف نتكلم أيضا أصدقائي على جنسية الأب الذي قتل طفلته يوم أمس في مدينة برلين. سوف نتكلم أيضا على موضوع مهم يهم التلاميذ في مقاطعة شمال الراين فيستفالن. سوف نتكلم أيضا على الإحصاء للسكان في ألمانيا، وبالأخير سوف نتكلم على الكمامات المغشوشة في ألمانيا. فلنبدأ على بركة الله. في 24 ساعة الأخيرة سجلت 21506 حالات، بذلك تصل الحالات في ألمانيا إلى 631172 حالة. شفي من بينهم 394550، وتوفي 11118. أقر البرلمان الألماني، يعني صوت البرلمان الألماني ووافق على زيادة مساعدة الجوب سنتر بداية من سنة 2021. بذلك سوف يحصل الشخص العزابي أو البنت العزابية، الأشخاص الذين يعيشون لوحدهم سوف يحصلون على زيادة 14 يورو، بذلك سوف تصبح مساعدة الجوب سنتر هي 446 يورو أصدقائي للعزابية الذين يعيشون لوحدهم. بالنسبة للشباب بين 14 إلى 17 سنة ستصل الزيادة إلى 45 أورو، يعني سوف يحصلون على 373 يورو مساعدة شهريا. الأطفال بين 6 سنوات إلى 13 سنة سيحصلون على 309 يورو. الأطفال من الولادة إلى 5 سنوات زيادة 33 يورو، سوف يحصلون على 283 يورو. الأزواج 401 يورو. الشباب أقل من 25 سنة وما زالوا يعيشون عند أهلهم، يعني من عنده 18 سنة إلى 24 سنة وما زال يعيش مع أسرته سوف يحصل على 357 يورو أصدقائي. بطبيعة الحال ممكن أن الأمر يختلف من شخص لشخص ومن عائلة لعائلة. الأمر متعلق أيضا هل تحصلون على كيندرجيلد. إذا تحصلون على كيندرجيلد أصدقائي سوف يتم خصم جزء من الكيندرجيلد من المساعدة، لذلك ممكن أن لا يحصل الشخص على ما ذكرته الحكومة الألمانية. يعني هذه الأرقام هي فقط لمن لا يحصل على الكيندرجيلد ومسجل بالجوب سنتر سوف يحصل على هذا المبلغ كمساعدة. لكن إذا شخص يحصل مثلا على إلتانجيلد أو يحصل على كيندرجيلد فسوف يتم جمع هذه الثلاث مبالغ أو هذه المبلغين، وسوف يتم يعني خصم جزء من المبلغ. لذلك بعض الأصدقاء يقولون لي مارو أنت ذكرت لنا هذه المبالغ لكن نحن لا نحصل على هذا. هذا الأمر أصدقائي متعلق بهل تحصلون على الكيندرجيلد أم لا. المهم هذه المساعدة وهذه الزيادة صوتت عليها أحزاب الحكومة، تتكون من حزب سي دي أو يعني حزب الذي تنتمي له السيدة ميركل، حزب سي إس أو حزب مقاطعة بايرن، وحزب إس بي دي الحزب الاشتراكي. رفض هذا الأمر أحزاب المعارضة، الحزب الليبرالي اف دي بي، حزب الخضر غرين، حزب اليسار لينك، وحزب البديل اي اف دي رفضوها. مجموعة كبيرة من المعارضين لهذه الزيادة يقولون إنها زيادة ضعيفة وضعيفة للغاية ولا تسد حاجة الناس أصدقائي، وطالبوا وقالوا الحكومة الألمانية ضيعت فرصة كبيرة وكان يجب أن تقوم بزيادة 600 يورو، بحيث أن من على الجوب سنتر على الأقل يحصل على 600 يورو، لأنه حتى من على الجوب سنتر
هذا يعني هم أيضا وأطفالهم يعانون من هذا الوباء ويعانون من التضخم والغلاء الذي حصل، لكن الحكومة الألمانية الحالية رفضت هذا الأمر. إذا هذه هي الزيادة أصدقائي، ما رأيكم في هذه الزيادة؟ هل ترونها زيادة جيدة أم ترونها زيادة ضعيفة للغاية؟ مني أصدقائي أتمنى السلام للجميع، وأتمنى إن شاء الله بأن الجميع إن شاء الله تتحسن وضعيته بإذن الله. لا نريد أن نرى ناسا يعانون، لكن إذا كان هناك فقراء فجميل جدا لو أيضا يتم دعم الفقراء، لأن الحياة أصبحت غالية، الحياة أصبحت غالية، والحياة تشارك والحياة تكافل وتعاون أصدقائي. يجب علينا جميعا أن نتعاون أصدقائي، سوف نعيش مرة واحدة، لذلك من الجميل أن نتعاون مع بعض ونحب بعض، وتكون بيناتنا الأخوة والتسامح والحنان، نحن على بعض. سنمر الآن إلى موضوع آخر أصدقائي. جاءت تفاصيل جديدة حول موضوع الأب الذي قتل طفلته يوم أمس في مدينة برلين، ونشرت لكم على الحادثة السيئة لهذا الأب المتوحش. حصل فقط شجار بينه وبين زوجته، خرجت زوجته وكان غاضبا وقام بقتل طفلته البريئة. عندما قتلها اتصل بجدتها، جدة الطفلة، وجاءت الجدة بسرعة إلى الشقة، هو هرب من الشقة، جاءت الجدة ووجدت جثة الطفلة. بدأت الشرطة بالبحث، وبعد ذلك ذهب هو وسلم نفسه عند الشرطة أصدقائي. يقول بأن السبب هو غضبه وحزنه وعدم قدرته على السيطرة على نفسه عندما طلبت منه زوجته الطلاق. يعني زوجته كانت قالت له أريد الطلاق منك، وبذلك قتل الطفلة. حسب الصحافة الألمانية هم عائلة من بولندا، يعني من دولة بولندا، وجاءوا جديدا إلى ألمانيا، لأن الجدة كانت تعيش في ألمانيا، جاءوا جديدا إلى ألمانيا. لا حول ولا قوة إلا بالله من هكذا أعمال إجرامية غبية، نتمنى له عقابا شديدا إن شاء الله. الآن موضوع جد مهم للتلاميذ وللأهل والآباء والأمهات في مقاطعة شمال الراين فيستفالن، نورد راين فيستفالن، انرفي، مهم جدا. رافضي لبس الكمامة، وهي مجموعة معروفة في ألمانيا من مدينة شتوتغارت، ترغب باستغلال يوم 9/11/2020 من أجل القيام والدخول إلى المدارس، وأن التلاميذ في المدارس يقومون بنزع الكمامة وعمل إضراب بأن جميع التلاميذ في المقاطعات لا يرغبون بلبس الكمامة، إضراب على قوانين كورونا أصدقائي. نعرف بأن 9 نوفمبر 2020 هو يوم جد مهم في ألمانيا، لأنه اليوم الذي سقط فيه سور برلين. نتذكر 9 من نوفمبر 1989 هو ليس عيدا في ألمانيا، لا يعتبر عيد، إنما يوم وطني، لذلك كل شيء مفتوح والحياة عادية في هذا اليوم. لذلك سوف يرغبون الآن بأن تلاميذ مقاطعة شمال الراين فيستفالن ينزعون الكمامة في هذا اليوم ولا يلبسونها، ويذهبون إلى المدرسة دون لبس الكمامة. وزارة التعليم بشمال الراين فيستفالن، نورد راين فيستفالن، تحذر التلاميذ وتحذر أيضا من عدم لبس الكمامة، لأن هذا الأمر منافي للقوانين التي تفرض لبس الكمامة بالمدارس حفاظا على سلامة الناس وعدم انتشار كورونا. لذلك أصدقائي أرجوكم وأخبركم وأقول لكم نصيحة مني، أخوكم ينصحكم أو صديقكم ينصحكم، إذا طلبوا منكم عدم لبس الكمامة أو نزع الكمامة في ذاك اليوم والاحتجاج، أرجوكم أصدقائي ظلوا محايدين ولا تنزعوا الكمامة ولا تشاركوا في هذا الأمر. لماذا؟ خلوكم محايدين، إذا هم نزعوا الكمامة مشكلتهم هذيك، لأنه هم كلهم أصلا ألمان، كلهم عندهم جنسية ألمانية، كلهم زبطين أمورهم، كلهم أولاد البلد. إذا أبناء المهاجرين وأبناء اللاجئين نحن نزعوا الكمامة وأيضا تظاهروا، سوف تسجل أسماءهم. أولا سوف تأتيكم غرامات أصدقاء التلاميذ،
سوف تأتي إلى أهلكم غرامات، لأن أهلكم هم من سوف يدفعون غرامات. يمكن أن يسجلوا أسماءكم، ويمكن أن تكون عليكم متابعة قانونية في هذا الأمر، هو عدم الالتزام بلبس الكمامة والتظاهر ضد قوانين الحكومة، وأنتم متبعون وترغبون بالحصول على الإقامة الدائمة وترغبون بالحصول على الجنسية الألمانية. لذلك إذا كان هذا الأمر في مدرستكم لا تشاركوا فيه كي لا تحصلوا على غرامة ولا يعني تضعوا شيئا في ملفكم، خصوصا أنكم مقبلون على الحصول على الجنسية الألمانية أو على الإقامة الدائمة، لأنه أي شيء يمكن أن يسجل وبعد ذلك تقدمون على الإقامة الدائمة والجنسية الألمانية يفتحون ملفكم ويقول تعال تعال تعال. أنت أو أنت أصلا لا تحترمون قوانين ألمانيا، لقد شاركتم في نزع الكمامة وتسببتم، لم تحترموا. لذلك أصدقائي ركزوا على هذه النقطة، حرية التعبير توجد في ألمانيا، لكن نحن جئنا إلى ألمانيا من أجل الأمن والأمان، وأن نعمل وأن نشتغل ونضمن مستقبلا لنا ولأبنائنا. نشارك بطبيعة الحال في رأينا وحرية التعبير، لكن بعض الأمور التي يمكن أن تسبب لنا المشاكل أو لأهلنا المشاكل أو لأبي أو لأمي أو لأخي أو لأختي، فمن الأحسن الواحد يتركها ويظل على حياد من أجل أهله وأسرته. أنا هذه هي نصيحتي لكم إخوتي. الآن سوف نمر إلى موضوع آخر أصدقائي. كانت الحكومة الألمانية مخططة لعمل إحصاء للسكان في ألمانيا بالشهر الثالث من سنة 2021. الآن قام البرلمان الألماني بتأجيل هذا الإحصاء السكاني، أولا بسبب الوباء، وثانيا لأنهم يحتاجون أو هذا الإحصاء يحتاج إلى عدد كبير من العمال والموظفين يصعب إيجادهم في هذه الفترة وأيضا تدريبهم. إحصاء السكان في ألمانيا يتم تقريبا كل 10 سنوات، يقومون بإحصاء عدد السكان وأيضا يسألون الناس، يعني يذهبون إلى البيوت، يذهبون إلى المنازل، يتصلون بكم بالتليفون بالهاتف إلى آخره، يختارون عينة من الناس ويسألون الناس كم واحد يسكن هنا عندكم في البيت إلى آخره، يسألون على الوضعية، وضعية العمل، وضعية السكن إلى آخره. وهذه الأمور تحتاجها ألمانيا وتعملها كدراسة لمعرفة البنية السكانية للبلاد. الآن تم تأجيل الإحصاء السكاني إلى 2022. سنمر الآن إلى آخر موضوع، الكمامة. مؤسسة تيف عملت أصدقائي يعني دراسة حول كل الكمامات التي توجد بالسوق، خصوصا الكمامات الطبية من نوع FFP2 أو FFP3، هذه الكمامات الجيدة. فوجدوا بأنه من كل 4 كمامات هناك كمامة مغشوشة، كمامة غير صالحة، شكلها شكل غالي، الناس تذهب وتشتريها أو تلبسها وتظن بأن الكمامة تحميهم من كورونا، لكن فيها ثقب كبير، هذاك الثقب لا يحمي شيئا، أو يرونها بأنها مغشوشة بأنها لا يوجد فيها مكان للتنفس، والواحد عندما يتنفس أصلا الزفير يخرج ويتنفس CO2 يعني ثنائي أكسيد الكربون، مما يؤدي أصلا به إلى دوخة أو إلى يعني تؤذيه كثيرا. لأنه في الفترة التي ابتدأت فيها كورونا عدد كبير من الكمامات اشترتها ألمانيا من الصين، وكانت كمامات لم يعملوا لها فحص وكانت كمامات مغشوشة أصدقائي. بالنسبة للكمامات العادية التي أغلبنا يلبسها وجدوا أنه فقط 10% هي من فيهم غير صالحة أصدقائي. نتمنى السلامة للجميع. الآن بدأت ولله الحمد مراقبة قوية أيضا للكمامات. نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله يكون كل خير، وسوف أوافيكم دائما بالأخبار وأيضا أخبركم أيضا بالنصائح، لأننا إخوة ويجب علينا أن نتبادل النصائح بيننا أصدقائي. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.